الاجتماع ديال العشيه دي في مقر الولايه كان خاص بالمراجعه النصفيه لعقد قطاع النظافه ديال مدينه الدار البيضاء، وضمن عرض ديال كازا بي ا وعرضين للشركتين المعنيتين، شركه ارما وشركه افيردا، العمل ديالهم خلال هذه المده هذه. بطبيعه الحال اعقب ذلك مجموعه من التدخلات ومجموعه من الملاحظات. كيبقى اللقاء لقاء اولي باش تكونوا فاهمين، لان مراجعه ديال العقده اللي غدوم 3 سنوات ونصف ما غاديش نلخصوها في هذا اللقاء هذا. اذا كما حضر اللقاء السيد العمده اللي قالت ان هذا لقاء اولي وتتلوه لقاءات اخرى. طبعا كان بعض الملاحظات في طريقه الاعداد ديال اللقاء، فعلا كان الاستدعاء بدون وثائق، حتى القراءه التي قدمت كان قراءه تدبيريه وتقنيه اكثر منها قراءه قانونيه. الملاحظات راه اخذتها الجهات المعنيه بعين الاعتبار ليكون واحد المراجعه اللي تليق بمدينه الدار البيضاء ومواطنيها في اطار زياده في تحسين وتجويد خدمات هذا القطاع. امر ما فيه ان العقد مستمر، لان هذا مراجعه نصفيه باش نكونوا واضحين. العرض ديال الشركتين المعنيتين افيردا وارما طبيعة الحال كان فيه مجموعه من المحاور، لكن كانت فيه طلبات زياده في المبالغ الماليه المرصوده، وكان اعتقد ان 100 مليار هو مبلغ كبير وضخم لتدبير قطاع النظافه. بالتالي الا بغينا نجودوا افضل الكنس اليدوي او شيء من هذا القبيل هذا وغيره من الامور المتعلقه بالعقد، خصنا نفكروا في اليات اخرى عوض اثقال كاهل الميزانيه ديال الدار البيضاء اللي هي اصلا منهكه وتحتاج الى تنميه والى الرفع من قيمتها. واللي كاين ان العقد هو يتضمن مجموعه مواد، وضمن المواد فصول، وكاين اتفاقيات، وكاين دفتر تحملات. اللي كاين هو انه الان كاين مقترحات معينه، لا من وحده تتبع التقنين اللي جزء منها قالته السيده الرئيسه مشكوره، ولا من الشركات اللي كتهضر على تغيير الاستثمارات، كتهضر على الفريكونس ديال الكنس اليدوي، على الفرز الثنائي، الى غيره من هاد الاساسيات اللي ولا الغسل الميكانيكي، ولا غيره من الامور اللي كتقوم بها هاد الشركات. الامر ما فيه انه تبين ان خصو واحد اضافه، واحد زياده ماليه. هاد الزياده الماليه اعتقد انه المجلس يعني مستعد شي يزيد، لان 100 مليار خصنا نفكروا في ترشيد هاد الميزانيه هذه، وخصنا ايضا بعض الامور اللي كتحملها جماعه الدار البيضاء على الكاهلية، خصها تفكر في تحيدها من على الكاهلية. لا تكلمنا على المنتجين الكبار، الفنادق، المطاعم، الاسواق، كذا. حنا كنقوموا بالخدمه من الميزانيه ديالنا، وبالتالي الاوان ان الامور تمشي في اتجاه ان هذه الشركات، هذه المؤسسات الكبيره تقوم بالدور ديالها، اضافه الى بعض الحلول الاخرى اللي هي مقترحه، لكن كتبقى فقط الان للمناقشه والحوار. نقطه اخرى متعلقه بالاشراك الفعلي والحقيقي للمقاطعات، وخصو يظهر هذا الشيء في العقد، لانه الوحده الترابيه الاولى اللي عندها الراهني وعندها التصاق بالتطبيق ديال العقد هي المقاطعات. للاسف العقد لا يشير لا من القريب ولا من البعيد لهذ الوحده الترابيه، فكان تنصيص وكان ضروره التنصيص والتاكيد على اشراك هذ المقاطعات في تدبير هذ القطاع هذا، اللي يحتاج اصلا فقط الى التفعيل. اما الترسانه القانونيه راه موجوده، فقط خصنا شويه ديال التفعيل وشويه ديال المتابعه والمراقبه والمحاسبه كآلية من آليات الحكمة الجيدة، لأن الأمور بخواتمها.